أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في برنامجكم لقاءات وحوارات خاصة، وكما عودناكم دائما فنحن نختار الأفضل والمميز في برنامجنا. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي لهذه الحلقة الخاصة السيد خليل توفيق السكر، صاحب ومالك شوغر كلين. سيد خليل، أسعد الله أوقاتك. أهلين، هلا بيك سيد خليل. لو بدنا نعرف السادة المشاهدين، من هو السيد خليل في كلمات بسيطة؟ أنا زي أي مواطن أردني، شخص الحمد لله ربنا أتاح لي الفرصة وطلعت وتعلمت برا بالخارج، وجد اشتغلت بالبلد، اشتغلت موظف عند ناس عدة، وبعدين كملت إعلامي برضو، رديت طلعت برا، عملت ماجستير، والآن قاعد بكمل رسالة الدكتوراه. اشتغلت مع عدة شركات، الآن بشتغل لنفسي زي ما أنت شايف، فتحنا هذا الدراكلين، عمل خاصة. جميل جدا. سيد خليل، لو بدنا نتحدث كيف كانت بدايات السيد خليل في قطاع الاستثمار؟ شوف، أولها زي ما حكيت لك، يعني قررت أني أنعزل، أطلع من التوظيف وأشتغل براسي. طبعا أكيد في رب العالمين يسرنا الأمور، وفي الوالد كان من إحدى الداعمين للمشاريع بالنسبة لي، والحمد لله الواحد قدر بعمله أنه يصمد له كم من قرش. طبعا بالنهاية الواحد بحاول يسعى، ورب العالمين هو التوفيق من عنده. اللي صار معنا أنه واجهتنا بعض الصعوبات، ولكن الحمد لله طبعا لأنه ما إلي أنا بالصنعة، ما إلي بخبرة فيها. كبداية كانت صعبة البدايات، ولكن الحمد لله كل يوم قاعدين نتعلم، كل يوم نستفيد من أشياء جديدة، وإذا في مجال برضو نوعي غيرنا، ناس مثلا بدها تبدأ بمشاريع جديدة نحاول نساعدها. جميل جدا، سوف نتطرق إلى هذا الموضوع خلال اللقاء إن شاء الله. سيد خليل، لو نتحدث عن شوغر كلين، ماذا يقدم من خدمات؟ احنا عندنا كل الخدمات على مستوى عالي من خدمات دراي كلين. احنا بنقدم دراي كلين، بنقدم تنظيف جاف، بنقدم تنظيف حرامات، فساتين اعراس، بدل. جميل. طبعا ازاله البقع، عندنا برضه خياطه موجود، اي شيء متعلق بالكير تبع بالعنايه تبعت الاقمشه والملابس موجود عندنا باحدث الماكينات وبارقى مستوى جميل، وعلى أسعار مميزة جدا. جميل، يا ريت نتحدث عن الأسعار، يعني الأسعار في متناول الطبقات المختلفة ولا مختصة بطبقة معينة؟ والله إحنا الهدف تبعنا كان إنه نحاول نغطي قدر الإمكان من الطبقات المختلفة، يعني من جميع الطبقات ومن جميع الفئات. جميل. نقدمها أكثر كخدمة للناس وللمجتمع، وبنفس الوقت طبعا إنه نطلع بمربح، ولكن مبدأنا هو المربح القليل والعمل الكثير. مقابل العمل الكثير. يعني ما شاء الله عليك، يعني شيء مفخرة. الله يخليك. سيد خليل، لما نتحدث، يعني كل مشروع في بدايته بواجه صعوبات. صحيح. فريت تحدث لنا عن بعض هذه المشاكل، أو ما نسميها مشاكل، صعوبات واجهتك أو ملاحظات حاب أنك توجهها للجهات المعنية. والله شوف، هلأ يعني يمكن يكون نوعا ما تناقض باللي بدي أحكي لك إياه، بس أنا أول مشكلة واجهتني هو توفر المعلومات. ولكن بالرغم من انه اذا بتدخل على الانترنت اليوم بتلاقي فيه 16 بند واشياء، ولكن العملي يختلف عن النظري. العملي بيختلف تماما عن النظري، وبصراحه يعني مش كل شيء مكتوب، في دائما زي احنا بنسميها، في عندك في نقطه، في فراغ، ظروف متغيره، في دائره مش موصوله 100%. انا صارت معي من عده، يعني طبعا الخطوات تترتب من اني اسجل شركه لغايه ما اروح عند التجاره والصناعه. جميل. اصير عندهم، هاي الخطوات مو واضحه، ما في شيء توضيحي 100% بسبب نقص المعلومات لديك. نقص المعلومة موجودة، المعلومات أنا قلت لك في يمكن تناقض تلاقي، بس هي ما في شيء إرشادي واضح. واحد اثنين ثلاثة، أنا سكنت بالخارج، إذا بدك تعمل تبني شركة كبيرة خطواتك 1 2 3 4 5 واضحة. هون عندنا لا، لسه فيها شوية غبش، ولما تروح على أرض الواقع بتلاقي الأمور مختلفة تماما، مختلفة عن المعلومات الموجودة. نعم. على المواقع التواصل. نعم. الاجتماعي. تمام. سيد خليل، لو نتحدث، يعني منك ما شاء الله عليك موضوع آخر، تحدث جيل هالشباب، تحدث لنا عن ثقافة العيب، بما أنك ما شاء الله خير مثال أنك تطرح لنا هذا الموضوع. والله شوف، الله يعينهم، بس بنفس الوقت أنا بلومهم. ومنهم ناس مقربين إلي، يعني بتلاقي الشاب اليوم بخلص بتخرج بده يشتغل مدير. نعم. بده يساوي. نعم. هاي أنا والإخوان هون مشتغل، أنا بكنس وبمسح الأرض يوميا الصبح، ما فيها عيب ولا فيها أي رزقة. صحيح. وهذا شغل، وأنا شخص صيني برضو بعطي، بدرس ناس، بحضرهم، قاعد بكمل دراستي بالدكتوراه. أنا القطع اللي عندي بطلعها بوصلها للسيارة للزبون، القطع اللي بده اياها زبون بطلع بسيارتي الخاصه بروح بجيبها من عنده. فالشغل ما هو عيب، وانا ببداياتي اشتغلت عده شغلانات، وكنت بالغرب وتغربت واشتغلت عند الغرب اللي بدك اياه، بمطاعم وبتنظيف قزاز وتنظيف بيوت، وعبينا كزيات بنزين كل شيء.
ما في عيب الشغل، الشغل بنورك، الشغل بعلمك، الشغل بعطيك بقويك، بقويك بخلي عودك قوي، وبنهاية بفتح لك فرص. صحيح. احنا لا بدنا نستنى، بدي اقعد بالدار انام ابي ما يجي الشغل، عمرها ما راح تجيك، بدك تسعى باجريك. صحيح، اسعى يا عبدي وانا اسعى. 100%. تمام. سيد خليل، يعني ما شاء الله عليك، انا سعيد جدا بلقائنا. الله يسعدك يا رب. لو نتطرق لموضوع اخر اللي هو نعمه الامن والامان، دورها في الاستثمار داخل الاردن. ما رايك في الاردن كبيئه للاستثمار؟ والله شوف، بصراحة في تفاوت، بتسمع بتنزل على السوق بتسمع من الناس كله بتشكون غلاء وضرائب ومدري شو والآخره، موجود وصعب، وأنا من إحدى الناس المستثمرين بلاقي إنه لا والله يعني بنكسر ظهري من هاي الأمور، كل يومين ثالث في عندك ضريبة على هاي، في عندك فواتير، في عندك مفاجئة بشكل مفاجئة. أنا لما يعني لما رسمت الصورة للمحل غير عن الواقع، ولما صار الواقع صار في مفاجأة جديدة، كانت توفي معاي على شيء معين الآن بطلت توفي، عشان هيك للأسف بتلاقي في ناس كتير بيستثمر وبطلع برا الشغلة بسرعة، اللي ما عنده كاش واللي ما عنده مادة ما بيقدر يصمد. صحيح. عرفت؟ فهي من ناحية استثمار في سوق وفي شغل. صحيح. واللي بده يشتغل بيلاقي شغل. نعم. بس للأسف عدم الاستقرار والتقلبات هاي اللي كل يوم حكومة وكل يوم شغل، وهاي مرات شوي بتخوف. تمام. يعني سيد خليل توفيق السكر، لو بنتحدث كلمات بسيطة مثل ما بحكوها، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحمد لله. نتحدث كلمات بسيطة لجلالة سيدنا والأجهزة الأمنية، الله يعطيهم ألف عافية. كلمات بسيطة نابعة من القلب عند السيد خليل توفيق السكر، شو توجه لهم رسالة؟ والله بوجه لهم كل الشكر وكل الاحترام طبعا القيادة الهاشمية بداية، وبعدين كل رجل وكل امرأة وكل شخص يعمل على أمن هاي البلد وجه له أكبر سلام وأكبر تحية. وبصراحة يعني دائما أنا بفكر فيها، بنام وبصحى وبقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والشخص اللي بشوفه قاعد وبسهر بالليالي وبساوي هو قاعد عشان أمني وعشان راحتي وعشان محلي أروح أداري. أنا هذيك اليوم نسيت المفتاح مش مسكر، جيت ثاني يوم المحل زي ما هو، الحمد لله. هاي حقها ملايين. صحيح. والناس هذولا يعني لو بقدر أبوسه من رأسه ببوسه. ما شاء الله. والله بحب عرسه. أنا أحيي فيك هذه الوطنية سيد خليل. سيد خليل، في نهاية اللقاء حابين أنك تحدد للسادة المشاهدين موقع شجر كلين. إحنا موقعنا سيدي بين بضاحة الأمير راشد بين الدوار السابع والثامن خلف شارع مكة. نعم. امتداد شارع نادي السيارات الملكي. تمام. ونحن سوف نزودهم في أرقام الهواتف للاتصال مع حضرتك. سيد خليل، يا ريت تسمح لكادر التصوير أنه يأخذ جولة. بتشرفونا. شكرا لك. شكرا لدعمك. هلا بيك. والله يقويكم يا رب، وإن شاء الله تشوفوا يعني نجاح، وإن شاء الله تكبر القناة معكم لقدام. الله يوفقكم. على أبوابه منقوش على